مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من هنا من ملعب البشير بمدينة المحمدية مع فعاليات منافسة الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية إنوي لكرة القدم من خلال المقابلة التي يستضيف من خلال فريق شباب المحمدية فريق المغرب الرياضي التطواني، الفريقين المنتشيين بفوزين في الدورة الماضية من عصبة الدار البيضاء. لأن هذا هو طاقم تحكيم هذا المقابلة في هذا المواجهة اليوم. اللحظات وتعطى انطلاقة المقابلة كما قلت إضافة لشبود أيوب ظهير الأيمن القادم من الرجاء. إذن في هذا الأثناء تعطى انطلاقة المقابلة بأقدام فريق شباب المحمدية تلعب الكرة في وسط الميدان. سنرى من سيكون قادر على بسط سيطرة أسلوبه في بداية اللقاء في أولى الدقائق كمفارقة عجيبة. فريق شباب المحمدية تراجع يبقى مرغم عنه فريق شباب المحمدية بالنظر للضغط المفروض من عناصر فريق المغرب الرياضي التطواني. تلعب من حذيفة المحاسني في وسط الميدان، تغيير اتجاه اللاعب في الإمكانية في الجهة اليسرى. سعود ياسين لامين، لامين يمر الكرة، فرصة راسية ما زال في إمكانية، الصافرة موجودة. إذن أولى النوايا الهجومية لفريق المغرب الرياضي التطواني بنظر العقوبة المفروضة على فريق شباب المحمدية الممنوع من الانتدابات، لكن أحيانا يوجد في النار ما لا يوجد في البحر، ويوجد في البيت ما لا يوجد خارج البيت. قد تكون عناصر الأمال فرصتها اليوم لتأكيد أحقيتها بحمل قميص فريق شباب المحمدية. أكيد أن البداية كانت صعبة بهزيمتين، لكن كان الأداء، كان العمل والنتيجة. ياي ياي ياي. أولى المحاولات الخطورة بدأت تظهر بالتسديد من بعيد لفريق المغرب الرياضي التطواني، لكن سفيان برحه في المكان المناسب. لحظة التسديد الماضية قوية باليسرى، تسديدة قوية جدا بالقدم اليسرى. هذا لمين، هذا ياسين لمين، لكن تدخل ممتاز. يمكن نقولوا بأن المغرب الرياضي التطواني في هذه المقابلة وجد إيقاعه، وجد أسلوبه، وجد نفسه. فرصة إمكانية، فرصة ممتازة، لكن سفيان برحه في المكان المناسب. في وسط الميدان انطلاقة للشباب الآن، هذه الانطلاقات، هذه الانسلالات اللي بحث عليها فريق شباب المحمدية. فرصة الإمكانية ما زالت متواصلة، ما زالت فيها الإمكانية. لا 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 لا، لم تذهب بعيدا عن مرمى الحارس يحيى الفيلالي. المحاولة الماضية كما قلت هذه المحاولات التي يبحث عنها فريق الشباب، يريد أن يظل صامد دفاعيا ثم يستفيق على هجمة مرتدة خاطفة يوقع من خلال هدف التقدم، وبهكذا يكون ضرب عصفورين بحجر واحد. في هذا الأثناء يعلن حكم اللقاء سيد عبد الرحيم رخيص على نهاية الجولة الأولى على وقع التعادل السلبي 0 لمثليه. أعطيت انطلاقة الجولة الأولى مشاهدينا، أو الجولة الثانية مشاهدينا الكرام، بين فريق المغرب الرياضي التطواني وفريق شباب المحمدية. أكيد على أنه هدف ممكن أن يغير مجموعة من الأشياء سواء على مستوى طريقة اللعب أو على مستوى إيقاع المقابلة. تلعب الكرة بابا باتشي بالكعب، ممتازة في اتجاه فردوسي. بابا يا بابا، باتشي بلمسة سحرية لهلال الفردوسي يطلق العنان لفرحة تطوانية، ويطلق الهلال هلال التقدم في هذا الجولة الثانية لفريق المغرب الرياضي التطواني في أول محاولة سانحة للتسجيل، والفرحة في جنبات جماهير المغرب الرياضي التطواني تنطلق وتطلق نفسها للعنان. إذن هدف التقدم لصالح المغرب الرياضي التطواني، هدف جميل، هدف فيه لمسة سنغالية ساحرة. عبد الصمد ماهر ينطلق بمهارة، يمرر بمهارة، فرصة الثاني. رضواني متمركز بشكل جيد، لكن أيوب أو بلال مقري فضل على أنه يسدد في الوقت اللي كان في وضع مناسب محمد الرضواني. لاحظوا المحاولة الماضية، أيوب بوشتا، هل سيفكر في التسديد أم كرة ستكون في اتجاه المهاجمين؟ إذا تمريرة في اتجاه المهاجمين، فرصة راسية مرت قريبة من المرمى. الراسية الماضية من أنس ملهمي. الدقائق الأخيرة دقائق التركيز،
سواء بالنسبة لدفاع المغرب الرياضي التطواني أو لمهاجمي شباب المحمدية. كرة في التماس، معاذ قرعي يمرر كرته، معاذ فرصة الإمكانية فيها محاولة الآن، فيها انطلاقة، فرصة هي الأخطر في الجولة الثانية لشباب المحمدية. مرت سلامات في وقت اللي هناك سقوط للاعبين. كرة في الجهة اليمنى، وفي هذه الأثناء يعلن حكم اللقاء السيد عبد الرحيم رخيز على نهاية المباراة بفوز ثمين وثمين جدا للمغرب الرياضي التطواني خارج القواعد أمام فريق شباب المحمدية. هو الفوز يعني يمكن نعتبره الثاني بالفعل على التوالي للمغرب الرياضي التطواني خارج القواعد بعد فوز في الدورة الماضية أمام حسنية أكادير.